بجانبي الاستاذ وليد الناجم المشرف العام على الفئات السنيه في نادي القادسيه. نرحب بك عبر شبكه الفارس العالمي. اهلا وسهلا فيكم في ناديكم نادي القادسيه. استفادت الحواري من هذه البطولات؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، مما لا شك فيه يعني بطولة في التوقيت هذا أكيد يكون مناسب، منها شغلة أوقات الفراغ حق الشباب بدل من يكونون في الشارع وذا. أنا أعتقد أنها خطوة سباقة بالنسبة للمكان والزمان، فأشكر على من قام هذه البطولة إن شاء الله. ممكن الأندية تستفيد مثل هذه البطولات لاكتشاف المواهب، ممكن نشاهد أحد اللاعبين الذين ربما لهم مستقبل كبير نشاهد من هذه البطولات؟ طبعا البطولة هذه ما أسست أساسا ولا يعني بدأت فيها نادي القادسية إلا لاكتشاف المواهب، وللأمانة يعني الفريق الخاسر اليوم المركز الثاني أنا شفت منهم 3 لعيبة جاهزين أنهم يشاركون مع فريق الشباب أو الناشئين بالنادي، فأنا أعتقد يعني بطولة زي هذه أكيد راح يكون لها إن شاء الله مردود بالنسبة للفئات السنية بنادي القادسية. هل لها استمرارية لهذه البطولة؟ والله أنا أتمنى شيء هذا، خصوصا التوقيت اللي جات فيها في عطلة ما بين الفصلين، الفصل الأول الدراسي والفصل الثاني، أنا أشوف أنه توقيت مناسب. وللمرة الثانية أشكر من قام بالبطولة هذه على رأسهم الأستاذ عبد العزيز الموسى اللي أتاح الفرصة للجميع وللشباب المشاركة في هذه البطولة. كلمة أخيرة لمن توجهها لنجاح هذه البطولة ولشبكة الفارس العالمي خاصة. طبعا في البداية نشكركم أنتم صراحة على تغطية البطولة من أولها إلى آخرها، وشكر خاص لمن قام بهذه البطولة، وشكر خاص للمنظمين اللي أتمنى إن شاء الله أنهم يعودون باستمرار لمثل هذه البطولات. وكذلك نحن نشكرك على الإبداع الذي قمتم به في هذه البطولة. لا ما سوينا إلا الواجب. الله يعطيك العافية. إذن كان هذا حديث الأستاذ وليد الناجم المشرف العام على الفئات السنية بالنادي. إذن ربما الأفراح ما زالت مستمرة لفريق أكاديمية الجزيرة، للمتابعين معكم بتغطيتنا لهذه البطولة.